السلام عليكم المشاهدين الكرام. نحن اليوم في المركز اللغوي الثقافي الروسي في دار البيضاء. انا المدير المركز ونحن كنديروا لي كور ديال اللغه الروسيه وكنسجلوا الدراسه العليا في روسيا. اليوم في إطار اللقاء مع ممثلين الكليات العليا العمومية بالروسيا من أجل توصل مع الطلاب المغربية الراهبين في الدراسة في روسيا، سيكون توضيح التفاصيل الدراسة والإقامة في روسيا باش ما يكونش دحاية النصب والاحتيال.